نتكلم عن دور الإعلام في الوضع الراهن، خاصة وإنه الحرب هي حرب إعلامية أكثر من أي حاجة تانية. فبما إنه هي إعلام رسمي وإعلام شعبي، طرحنا بإنه أو أمننا بإنه الولاية الشمالية لازم يكون في حلقة وصل ما بين كل المؤسسات في المكاتب الإعلامية. اثنين، محاربة الشائعات، خاصة وإنه الإعلام بقى إعلام هو ما إعلام تقليدي فقط، بقى إعلام السرعة، إعلام التكنولوجيا، الإعلام الإلكتروني، للاستجابة الأسرع، إنه لازم الناس تكون كلها يد واحدة، إنه الناس كلها تكون حاجة واحدة. الحاجة الثالثة اللي نحن طلعنا بها إنه في الورشة، من ضمن الورشة كان في محاضرة الأمن السيبراني. في الأيام الكثيرة دي بقت في روابط بتاعت تحكير إنها هي كانت قاعدة، إنها حالياً الورشة آخر ورشة، هي كانت ورشة مفيدة جداً، ويتمنى إنها هي يعني تنفذ على كل المؤسسات الإعلامية سواء كانت أو على كل الإعلام.